ولو عدين قمانة عبنا لهم زي اللعنة. أحلى مثل ابن خالتي الجاكوار في بلد الفرعنة. وأحلى حاجة ممكن تسمعها في يومك النهاردة إن أصحابك يجولك من مرة مصر علشان يأكلوا كشري أبو طارق لما سمعوا إنه من أشهر 100 مطعم في العالم. تعالوا نشوف يومنا كان ماشي إزاي. I'm ready today. We are here in the Grand Egyptian Museum. King Ramses II used to stand having the left leg step forward because the left side is the side of the heart. شايفين حتى الحجر عامل ازاي متآكل بسبب المايه المالحه، لان دول اوريجينالي كانوا غرقانين تحت المايه. Oh my god. هنروح واحد من اشهر المطاعم الموجوده في مصر وفي العالم كلها، كشري ابو طارق. يلا بينا. دماغي صاحبي حضرة والسكة سالكة خضرة بتبس ورجلي حطة يا اسطى ما بقفش في المحطة راسي عالية فوق وسط. First time come ابو طارق don't touch anything I help you come salt la pepper la kem vinegar and garlic. I don't know I bought the spicy you like spicy yes I bought little bit not too much just little bit and mix it together present a minute. Oh wow 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 Amazing! Yummy, yummy! It's so yummy! This is 100 most iconic restaurants in the world. ما بنقدر نطلع من مصر الا لما ناكل كشري ابو طارق. بيرفكت. طبعا هاي اهم حركه واكثر حركه انا بحبها من كشري ابو طارق.